علي. حلا ام علي. تورطنا يا ولد يا ولد. من حلويات عرفات مشاركين لنا والله خير بالكنافه الخضراء. عرفات ولا مزدلفه؟ اللي تبي. تصرفات. تعال يا ابو محمد يلا. ابو سليمان هنا كرسيه، جيبوا الاكل هنا يلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله. هذه يبغى لها طمره ذي. تفضل كذا. حياكم الله. يلا ابو سليمان، يلا ابو محمد، ابو عبد الرحمن، شيخ علي، شوف جايتك بركه انت، جيت وجا الخير والبركه. هذه كلنا فيها، تكفينا بالراحه، تكفينا. هذا تكفينا بالراحه. تكفينا بالراحه، اي في اثنين هنا. نحط ثلاثه هنا. نحط ثلاثه لعيونك، ابو علي جيب كرسي ثالث هنا. لازم كرسي؟ احسن عشان يكون ثلاثه هنا، انا عشان ابو سليمان. اللي باقي؟ عشان ابو سليمان بس. ايوه ايوه. ابو سليمان وين حبيبنا؟ وانت منهم؟ انت منهم، كفانا بالراحه. ما شاء الله. بركه. الحمد لله. اي والله. اللهم لك. ما شاء الله. يا ابو سليمان. تسلم يديك يا اخ محمد، ما قصرت. جزاك الله خير. شيء فاخر من الاخر. صالح. الله يرزق زوجة صالحة ناصحة. هو قصي. جميلة جميلة حلوة، كل شيء فيها خير وبركة. مستورة طايعة. امين. اوه. الدنيا. سلام يا سلام. ما شاء الله. ابو سليمان. يلا ابو عبد العزيز. ابو حمود. ابو سليمان ننتظر ابو سليمان، صعب ناكل قبلهم اللبن. ابو سليمان ترى قاعدين ننتظرك، ما نقدر نذوق حبه بدونك. نرحب بها على السلامة. مويه. اي والله مويه ومناديل وبويه مويه. هلا ابو سليمان. الله يسلم. اقلطوا يا رجال. بكره بكره ابو عبد الرحمن تقاربوا تقاربوا. ساعه ساعه. ابو محمد وين ابو محمد؟ تعال حط ولا بنسايه هنا ساعه. يلا سمو سمو يا ابو محمد، تعال هنا. هذا ابو محمد جاء. ترى حركته واجده منهم خاصين. سمو سمو يا سم زول عشان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو هيدا ما شاء الله. منصف بعد جوع احلى من ما في. اول مره اكل منزل صحيح. والله عبد الله سوف تنسفه بس بل هو ينسفه. الله يبارك فيه. في جميد زياده اذا في عطنا جميد. شو اسمه جميد؟ يصبونه هي الحين ينصب زياده يطلع في زينه. اسمه بجيم جميد. جميل هذا بقر. نفس طعم البقر. زي البقر. اعطينا جميل. هو بقر بس هم يسمونه جميل، احنا نسميه بقر. بيجمد عليك. بس هو سائل. ما شاء الله ما شاء الله. اوه اوه صب صب صب. غردك دربي انا، خلي فيضان عندي تكفى. ايوه ايوه. اوه اوه ما شاء الله تبارك الله. مكون نوع جميل يا محمد. وش مكونات الجميد؟ لبن مجفف. جبس. لبن بقل بقل يعني. زي البقل نفس البقل. عطنا بالله لا سمحت مويه. مويه يا شباب. في كرتون انتم مع مشكله. ايوه عندك. انا بغيت اكلك مودع بس داع على الهواء. هذا واحد سمع الحديث. انت وراك مؤكد يا ابو عبد الرحمن وجا ابو عبد الرحمن. قمقم يا ابو. ايش رايكم بالمنزل؟ شفت مع الجميد؟ شفت احلى مع الجميد؟ مره. والله خطير. على الهواء لا الا على الهواء من زمان بس اطيح متمسك. شبك فوق وحنا خايفين نطيح علينا. اسلم يا شيخ علي. ايش تقول؟ اقول الكنافه جاهزه. بعد نسوي لنا كنافه خشنه يا ابو سليمان. اجعل لك اللطيف. امين. اسلم يا خير الدنيا والاخره. يجبر خاطرك واخويك ووالديك. يرحم والدينا ووالدينا. امين. بارك الله فيكم وعليكم بالعافيه عمي. شكرا شيخ علي. اقول انا محظوظ. جوالي اول شيء محظوظ فيكم باللقاء معكم ومحظوظ اني جيت في اليوم اللي فيه المنسف. يا سلام. يا سلام. هذا المنسف انا اكلته والله الحمد لله كثير يعني في خاصه في الاردن وفي عند بعض الاخوه وفي بعض السوريين يسوونه طبعا اللي هو اكله اردنيه شعبيه محبوبه عندهم ضيافه رايح يعني يختصمها. راجعوها راجعوها والله ضبطوها زي المفطه عندنا السعوديين. تعال يا بدر. ايش تبي؟ ابو عبد العزيز لا تخاف مزبن نفسه اخوه راعي القناه وكذا.
عنده واسطه، عنده واسطه تقدر تغدي مرتين. مش نفاجئ هذاك، ما قال انها لنا ولا كذا. مشغول من المسوس. الله يعنه وياه. اي والله. لا والله شرف. ابو عبد العزيز الله يعطيه العافيه. بطل والله. بسم الله عليه. بسم الله عليه. ترى زي القنوات دي تاخذ وقت كبير والله. تاخذ وقت ترى. ليش؟ اخرجين مصورين وحفلات وكاميرات و... اكيد واليوم اليوم. وتروح كان الغط احب بطني يا ابي جعل. على الصدر. مثل الماي كبير. يا سلامتك فوق. مو فاضي فك الغطا هذه، مشغول مع المنسف. عجل ها؟ يقولون في قصص الطفيليين أشعب ربعه كان جوعان ومدعو إلى وليمة مثل هذا النعمة. الحمد لله اللهم لك الحمد. ولكنه قبل لا يروح للوليمة سمع موعظة عن الحب في الله، وإنك إذا أحببت أحد في الله لذلك أنا أحبكم في الله. أحبك الله. أنك تقول له أنك تحبك، أنك تحبه في الله. بعد الموعظة راح يوم قلطوه على مثل ذا النعمة وشاف اللحم وشاف اللي النعمة اللي قدامه. قال إنه يحبك في الله. أيوة. بعضهم ترى الرقم السري في بطنه مو في قلبه. الله المستعان. ذاك بعض الزوجات لازم تدور الرقم السري حق زوجها. ترى مو بشرط في القلب ولا في العين، ممكن يكون في البطن. أبو إبراهيم كيف المنسب؟ لا والله ممتاز. صحيح. هذه ثاني مرة ذوقه لكن. فرق عن اللي ذقته اول مره. الله يرزق الزوجات اللي يصفوننا. انا قصدي زبط المنزل. اكثر من هالنسف يا ابو علي، اكثر من هالنسف يا اخوي. قصيت يا قلت نسف. يصفونا لين قلنا بس احنا الضعيفين ما نسفناهم يا ابو، ولا لا ابو حاتم؟ هم اللي يصفوننا مو احنا بلد انا لا تمعين. الله يكثر خيركم ويجعلنا على العافيه. حبيت اشارككم عندنا احتفال ولد اخوي في ظلمه. ما شاء الله. احاول ارجع اي والله متقاعد. ونحاول الله يوفقه احضر معهم شويه كذا لانه صعب انا بس انت متعشي عقب هالمنسف الحلو. ها من افضل مقاطع. لا خلاص ما شاء الله تبارك الله. الشعر كم يقول بدايه العشر؟ ايه لا والله اجل اعتذركم. افا يمديك تروح تربد وترجع ولا في الشارع او مش والله مسافه يا اخي. والله مسافه والله. حتى انا كنت ناوي يروح للشاليهات عندي قريبه هنا. اي والله ادق على المنسق عندي قال والله ما اجره. قلت لا الله بالله. اي والله نمت لك لو ساعتين. والله ناوي اني انت لا انا كنت ناوي اخذكم وننام هناك. والله هذه النيه والله. والله اني ناوي. قلت يا مرسلت قال والله انا ما اجر. والله قلت والله ناخذ كوتل ونريح هناك شوي ونرجع. حتى انا الحين اللي ودي اسرق الاجر كتب لك ان انا والله اني ناوي هالشيء. كلام جميل. لكن كان ما بدانا نجي نشوفكم ان شاء الله على خير. وانا طالع الجنوب ان شاء الله ايام بسيطه وجا راجع لكم ان شاء الله. ترجع بالسلامه. سلام. انت العلم خليه هنا. استودعك الله. لا لا أيوة. لا انا لا تاخر علينا ابو علي. والله اقبل ان شاء الله. ترى من زمان ما طقت مع احد انا. لكن اخر واحد ابو محمد. لا ابو محمد بيقبلنا حد صب صب لنا جميل. ويزيد ويزيد ويزيد. اي تعال ابو محمد ترى نمزح مو ماني موكلني في الاكل ولا شيء. خلاص كل يلا سامحتك سامحتك شوي شوي. تعال يا رجال. احس ان عندي وكاله. تعال يا رجال. بس. انا بحثي وانتم كلو. ليه ما تاخذ؟ ايش رايك؟ ابد ابد مره احس. ايه تفضل خلاص. جيب لنا قصتك ابو علي. شوف حقك ابو راشد. في الثاني. ايه جزاك الله خير بيض الله وجهك. خلاص انا خلاص. الكاميرا لي انا ولا؟ لا خلاص 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 يا ابو. جيب لنا يا ربع حطوا الكاميرات السبعين كاميرا على ابو محمد. كله فكونا من شر الله يرحمه. خلونا ناكل حنا. جيب لنا من اول ليله ولدتكم. الله عليك. أذكر أنا فالحمد لله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على رسول الله. في هذه اليوم وفي هذه الليلة حنا نختم لقاء عبارة عن 90 حلقة اللي حنا بدينا من ما يقارب من 75 إلى 76 حلقة. الحمد لله لأنها انتهت وحنا ما حد جاء علينا ملاحظة سيئة أو كلمة نابية أو يعني شيء فعلا مقصود أبو محمد أو خطأ في قصة أو خطأ في قصيدة أو كلام نحاسب عليه يوم القيامة. الحمد لله كل كلماتنا كانت ما أحد أخذ علينا ما أخذ ذاك المأخذ السيء أو ذاك المأخذ اللي إن كان أبو حاتم أخطأ في كلمة مثل قال على الحوار وما الحوار
وفيه كلمة من باب المزح. صح يا أبو محمد. من باب المزح. هذه من المزحات. لا تعيد. لا تعيد. من المزحات الجيدة يعني ما فيها شيء. عسل عسل. نقول إلى أن الحمد لله يعني إن حنا اجتزنا هذه 90 حلقة أو 75 جلسة بثلاث ساعات. تصوروا أنت بثلاث ساعات يعني معناها والله قوية رقم كبير حول شوف اليوم من الساعة واحدة قسم بالله يا أبو راشد والله يوم قال الأذان يوم قال الأذان اسمع 225 ساعة ترى ما هي بسيطة أن نجتازها ما أخطأنا على أحد ولا أخطأنا في حق أحد كلها كلمات بيننا صالحة وكلها كلمات هادفة وكلها كلمات مفيدة في هذه الأيام اللي قدمنا فيها من فوائد ومن حكم ومن مواعظ ومن قصص ومن قصائد كلها ما نسأل فيها رضا الآخرين قبل رضا الله سبحانه وتعالى نسأل رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضا المشاهد ثم الفوائد للمشاهد ولمن يسمعها في المقاطع الأخرى هذه هي بحد ذاتها هي مكسبنا طول العمر ثم تصوروا إلى أن حنا جمعنا في هذه 75 حلقة أو في هذه 90 حلقة نحن جمعنا 10 ملايين ريال في وقف خيري سلام عليك مستمر إلى متى؟ الله أكبر 50 سنة ها؟ بل هي لطول العمر إلى أن يأرث الله الأرض ومن عليها تصوروا أنتم في كل يوم كنا نطلع بحو أكثر من 100,000 تبرع يقول لك خلي كمل يا أبو يا اخوي كل لابس ثوب جديد خلاص كل وين ثوب اخوي طيب بعد انا ثوبي ما جبته لو صليت في الجمعه وفسخته ورا ما جبته ما دريت انكم تطلعوا انكم ترى في حسن واجد خلي حسن لا يستغلنا تكفى الله يرحم والديك اي خلي حسن شيخ علي يعني مقبول هذا انا الحين بخليكم تاكلون ما تقولوا خليكم ابو حاتم مو انا الشيخ تو والله قال كلمه يعني انت تذكر الله سبحانه وتعالى او تتكلم يعني في فمك رز وفي فمك مطير ما طارت على حد وضاق صدره ولا وقف على الاكل خلي بحاجه اتركه لا اله الا الله مثل اللي يقول الشيخ ياكل يقول قال الله ينفق هاي مين معقوله شفت اشغلتنا انا فاضي فمي يا ابو حاتم يا ابو حاتم خلي حسي يا ابن حنان خلي ابو محمد يحسي تفضل انا ممكن بال عراده احسن انا اللي بال ها انت اللي بال عراده اي الراد عندي لان كلامك مؤثر فتشوف التفاعل يا سلام الحمد لله هذه من نعم الله علينا ان احنا اجتزنا هذه والله لا في قلبي على ابو حاتم شيء سلام لا في قلبي على ابو ابراهيم ولا في قلبي على ابو راشد او في على ابو سليمان او ابو صالح او ابو عبد الرحمن او ابو علي ان احنا نجتمع في هذا من اجل نقدم كلمه مستفاده يستفيد منها الاخرين حتى احيانا ابو حاتم يقول قصيده ونقوم معه ونطرب لها ونستمع لها ابو ابراهيم كذلك على ما قال سماك ابو عبد الرحمن الرومانسي الله يجزاه فاسم يعني سمعنا قصيده روابي اوروبا روابي روابي شفناك الا بالاخير والله ما دريت انك والله تقول الله يجزاك ابو ابراهيم لا تقاطعونا فكونا من الله يرحم والديك خلوه يحكي انا والله ودي اشكر الجميع يعني وانا ودي لكل واحد مسوي له درع ولا مسوي له لكن الدرع مش يصير في مقابل دعوه لكم في ظهر الغيب مش تصير الدرع او مقابل شنطه او اقدمها لكم من طيب ولا من عود لكن يبقى ان لنا اخوه في الله سبحانه وتعالى هذه نسمو بها سلام عليك يا سلام الى يوم من الايام يقال نجلس على منابر من نور هذه من يجلس عليها المتحبين في الله الله الثانيه الى ان دعوه لكم في ظهر الغيب تسوى الدنيا وما فيها لا انت ولا المشاهدين من احبنا في الله ومن احببناه في الله الامر الاخير لان احنا ترى انتاجنا هذا مو بنتاجنا لوحدنا ترى فيه ناس ورانا تشتغل وناس ورانا واقفه ليل ونهار ناس شغاله تبذل جهدها ومجهودها من اجل انجاح هذا الوقف من اجل انجاح هذا البرنامج والحمد لله ترى مو بهذا برنامجنا الاول انت ابو حاتم معنا وانت ابو ابراهيم وابو سليمان وابو عبد الرحمن وابو كلكم معنا من 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 لنا اكثر من 14 شهر 16 شهر لنا 16 شهر انا وياك ابو حاتم وابو سليمان لنا 16 شهر انت تذكرون يمكننا في ديوانيه مكارم الى اليوم وحنا باستمرار وكلها اوقاف حنا نسعى فيها صحيح يمكن ما دفعنا شيء لكن انتم اللي دفعتم يا المشاهدين والمساهمين كلهم ساهموا في هذا الوقف الاوقاف مي بواحد ولا اثنين ولا ثلاثه وكلها تصب في ميزان حسنات الجميع الثانيه لان لنا اخوه يعني معنا في الصباح ولنا اخوه في المساء
منهم علي ومنهم إيهاب ومنهم في الكنترول منهم محمود حسن حسن ومنهم ياسر عيسى ويوسف وعبد الرحمن ومنهم المليكي ومنهم الناس يمكن تركوا العمل لنا إخوة اللي هو شريف ومنيب وناس شفناهم من زمن ما شفناهم إلا شفناهم في هذه الليلة شريف ومنيب وفيها يعني مجموعة ولا أنسى أبو عبد الإله ولا أنسى أبو عبد العزيز ولا أنسى يعني أسماء كثيرة كلها لامعة كل هؤلاء محمد عيسى اللي ما شفناه مبطين ما شفناه إلا شفناه الليلة صحيح في هذا الحفل الكبير اللي ما بعد بدأ إلى الآن حنا يمكن نغادر قبل يبدأ قضاء مش حنا دينا مواد خلنا نطفي توك جاي انت روح احنا اللي نمشي وانت تشتغل احنا الدينمو اللي من الظهر احنا تو مشتغل الدينمو حق ديزل ايه تو ما بعد حمي لكن ارجع اقول اكرر الشكر لياسر واكرر الشكر لمحمود واكرر الشكر ل فيه ناس يمكن يعني والواحد دائما ما يذكر الاسماء حتى لا ينسى احد ولكن انا اقول ان من نسيت له من نسيت ما لم اذكر اسمه اسال الله سبحانه وتعالى ان اذكره في ملائين افضل من اللي اذكرهم عنده واذكر اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ولكم جميعا وان يبارك لنا ولكم فيما قدمنا وان يزيدنا من فضله ما هي اجمل من ان الواحد يدل على الخير هذه وحده الدلاله على الخير ما بالك عاد لو انك من ضمنها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في دلالة الإنسان على الزقاق بس على الشارع الفلاني ولا الشارع الفلاني تدل هذا لك أجر ما بالك إذا منك نصحته على نصيحة أنت مالك فيها ولا هو اللي بيستفيد منها إن لك أجر ما بالك عاد نحن ندل لكم على أعمال مستمرة لكم إلى يوم القيامة وإلى بعد القيامة منها ترفعك درجاتك في الجنة أنا وأنتم أسأل الله الحمد لله إن الوقف الآن يمكن أنه اكتمل ويمكن بعد يزود إن شاء الله اليوم يوم مبارك يوم الحمد لله الواحد يحتفل ويفرح بتمام العمل صحيح احنا بدينا وكنا نقول والله 10 ملايين ها اي والله الله يعني كبيره وفي سبحان الله تمت لو حسبتها يا ابو راشد لانها كل يوم اكثر من 100,000 يدخل لا تنسى صدقتنا عند ابو عبد العزيز الباقي خلص اليوم ايه خلص اليوم ايه ابو عبد العزيز اليوم باقي خلص شوف الله اللي فيك ابو عبد العزيز انا بدخل عليك دخله تبونه هنا ولا في المجلس هناك والله في المجلس هناك احلى خلينا نضبطك هناك انت ابو عبد العزيز اليوم ولا خلاص ابو محمد كيف الاحوال اليوم انا قدمت درع لتاج راسي ابو سليمان ما ادري عشان اشوفه بس ما ادري له وقفات معي لن انساها تمام بالعكس يعني كلكم والله وانت قبل شوي تقول مو بدروع انت قدمت لنا العطر والاخلاق والادب والمعلومات انت ابو عبد الرحمن ترى قدمتوا لنا وش دروع الدنيا كلها والله قدمتوا لنا المحبه والاخوه والمعلومات والاخلاق ويا ما قدمت لنا الطيب وانت ما قصرت والله العظيم يا ابو محمد تكلمنا من جد انت ابو عبد الرحمن يعني جزاكم الله خير قدمتوا مو بلنا بل حتى المشاهدين يا ما جتني انا رسائل عنك وعن ابو عبد الرحمن الناس يدعون لكم مبسوطين منكم ويشكرونكم فهي ليس الدرع ليس عنوان محبة ولا شيء لكنها يعني كهدية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا يا ما هديتنا وابو عبد الرحمن جاء من الحرم وهدانا وانت جيت عطورات أمس عطوراتك في بيتي مبخرة بيت وش تبي واصلنا لخيرك من كل مكان يا ابو محمد الله يبارك فيك اي والله ابو عبد الرحمن حقيقي ثنائي ما شاء الله عليهم لا بالرقي ولا بالتعامل ولا بالعلم والله كلهم استفدنا منهم علوم شرعية وعلوم طبية ابو محمد حتى دواء الحساسية والعطورات والخلطات لا والله نتائج باهرة والله وريته تو شوف كانت الحساسية عندي شديدة وشوف بينت والله بالحين حتى في الوجه اي والله بينت وهو ما شاء الله سووها النائب حقك بعد اذا غبت انت ابو محمد ما شاء الله دائم يعوض يسوي لها وين يا شيخ ما شبعنا منك والله وين كبك طيب الله يرضى عليك